صباح الخير يا دادا يا فقيرة. صباح النور يا استاذ عمر. عاملة ايه؟ الحمد لله. لسه عايشين في قحط؟ نحمد ربنا. يلا الحمد لله. بوكا في اوضتها؟ لا استاذة ملك خرجت. راحت فين؟ انا سامعاها كانت بتقول لمامتها انها عندها ميعاد مع الدكتور هشام. تاني النصاب العلمي؟ ماشي. مازن في اوضته صح؟ لا الاستاذ مازن عنده امتحان النهارده، اول يوم امتحان. امتحان؟ اه. خالتي في اوضتها؟ لا خرجت، رجعت الشغل. رجعت الشغل. طب ما فيش يعني غير الدكتور عاصم هو اللي قاعد لوحده؟ الدكتور عاصم كمان خرج، راح العياده. العياده؟ اه. طب عم راضي موجود؟ راضي؟ ايوه يا ابني موجود. تعوزوا في حاجه؟ اه قولي له اعمل لنا كوبايتين شاي انا وهو عشان هرغي معاه في موضوع مهم. موضوع ايه؟ اسعار النفط. انت بتقرطصيني يا لولا؟ خدت فلوس كلها لنفسك والست طلعت ما تعرفش اي حاجه عن الموضوع؟ انت ليك اكل ولا بحلقه؟ انت مش خدت نصيبك وتراضيت؟ ايوه لكن انت خدتي اكتر من حقك بكتير. وانت مالك؟ الله بتبص في طبق غيرك ليه؟ كل واحد وشطارته. شطاره؟ ده نصب، دي سرقه. انت كده سرقتيني يا لولا. وانت بتسرق الشركه يعني من سلقط لملقط لقبض لارواح. هدي نفسيتك كده يا محسن واحسبها صح علشان ما تروحش في ده. يا بجعتك يا جبروتك، انت كمان بتخوفيني بدل ما انت اللي تخافي. وانا خاف من ايه؟ هو انا اللي امضيتي على الورقه؟ انت اللي هتخش السجن يا محسن. بقول لك ايه، احمد ربنا انك بتبات في بيتكم. لا اعترف ان في مشكله، دي اول خطوه للعلاج. جيتك النهارده هنا في العياده ده معنى الاعتراف. تعالي. انا جيت لك النهارده لاني حسيت اني لما سمعت كلامك حالتي بقت احسن. نزول الشغل فرق معايا فعلا. دي بدايه ثقه بينا وبين بعض، عشان كده بقى هناخد حقنه صغيره كده عشان نعرف نتكلم بالراحه وبهدوء. لا ليه، ما انا هاديه مش محتاجه. ممكن بلاش يا دكتور لو سمحت. حاضر هسمع كلامك المرة دي، بس بعد كده انت تسمعي كلامي. احكي لي بقى ايه اللي تعبك يا ملك؟ حاجات كتير، بس اهم حاجة فيهم احساسي اني غير الناس كلها. بحس اني بشوف الدنيا بطريقة غير ما الناس كلها شايفاها. الإحساس بالاختلاف سببه حاجة من الاتنين، يا التفوق يا الضعف. أنت حاسة بإيه؟ مش عارفة. ساعات بحس إني قوية جدا، وساعات بحس إني ضعيفة أوي. مش عارفة. وجوزك طلعك ليه؟ جاري ما طلعنيش، أنا اللي طلبت الطلاق. وليه طلبت الطلاق؟ كنت بعذبه وبعذب نفسي، وزي ما بيقول وجع ساعة ولا كل ساعة. طب والعذاب ليه؟ مش عايز تردي؟ خلي بالك كل ما هتعرف عليكي أكتر هقدر أساعدك. كان في حاجة حقيرة لازم تحصل بيننا وانا ما كنتش عايزه كده. عارفه هتقولي تقولي ما هي دي الدنيا والحلال والحرام، بس انا شايفاها حاجه حقيره. من حقي اشوفها حاجه حقيره، مش كده؟ طب وليه حقيره؟ قصدي ليه شايفاها حقيره؟ انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. أنا تعبت النهاردة، كفاية كده. أوكي براحتك. عموما هكتب لك على مهدئ هيخليكي كويسة جدا، ويا ريت أشوفك كمان يومين. اتفضلي. أنا آسف. ملك هتيجي؟ نسألك يا صلى على النبي. صلى على النبي. ألف مبروك يا عمنا. يا عمنا الله يخليك، ربنا يتمم بخير يا أم بلوزة. يا رب ربنا يكرمك. مبروك يا عمنا. ربنا يكرمك حبيبي. مبروك يا أم بلوزة، ربنا يتمم بخير. اتفضل اتفضل.
بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. عم سافري يا وجه العبيد الزرع. الف مبروك يا عم سافري. الله يبارك فيك يا رب. يجعل فتحة السعد والهنا يا رب. ربنا يخليك يا بنتي. مبروك يا ام بلوزه. الله يبارك فيك يا بابا. اختي انا مش سايباكي اخر مره وانت شكلي الراجل في الاسم. ارجع عليكم فاتحين محل سوا. يوه ما محمد اللي بعد غداوه. جرايه دي البيت. انت جايه تقومي الدنيا ولا ايه؟ خلاص خلاص يا بابا خلاص يا بولبوله خلاص. صلوا على النبي. امال اتفضلي الدكتوره فريده جايه حالا. ميرسي قوي كتر خير. معلش اتاخرت عليك. لا مفيش حاجه. ها طمنيني عملتي ايه في امتحان النهارده؟ لا حليت كويس قوي الحمد لله. جه في النقط اللي كنت مركزه عليها. ان شاء الله ان شاء الله كده يعني جيد جدا. جيد جدا ده احنا نيابه بقى. للاسف لا. للاسف ليه؟ هو الجنس اللطيف مالوش في القضاء؟ بالعكس انا شايفه ان اي حاجه الراجل يعملها الست ممكن تعملها كويس قوي كمان. بس انا يعني مايله اكتر للمحامين. وانا عندي وعد ليكي. انا كلمت اسر اخويا وهو موافق ان انت تشتغلي معاه. صحيح ربنا يخليكي ليه. ده جميل عمري ما هنساهولك. انا ما عملتش حاجه. انت اللي هتعملي. اجتهدي وهو طيب واكيد هيقدر مجهودك. ربنا يقدرني بس واكون عند حسن ظن حضرتك. طب بقول لك ايه، هو جاي دلوقتي، ما تقعدي تقابليه وتتعرفي عليه، ولا انت وراكي حاجه؟ لا لا خالص ما ورايش حاجه. تحت امر حضرتك. هيجري ايه يعني؟ هتسقطي في الماده دي وخلاص. حرام عليكي، انا كده هتجوز على اغسطس اللي جاي. يعني انت كل اللي يهمك ان جوازك ما تتاجلش، انما خيبتك في الامتحان مش مهم. وهو ايه علاقه الشهاده بالجواز اساسا؟ هو المأذون بيطلب حاجه غير البطايق؟ وانت ايش فاهمك في الجواز يا فرحه عشان تتكلمي عنه؟ انت بتعايريني يا بنت؟ ما تشوفي يا ماما. خلاص يا دعاء خلاص، مشكلتك تقريبا اتحلت انت ومازن. انا وافقت ان انت تتجوزي مازن قبل ما تاخدي شهاده. لا كتر خيرك والله. انت كان حد خد رايك اصلا ولا انت هتعملي لنا فيها راجل البيت؟ يا دهولة انا هبقى راجل البيت اللي هناك مش اللي هنا. ايه ده ايه ده، انت بتقول اي كلام وخلاص. يا بلح منك ليها، انا اقصد ان انا قررت اتجوز ملك. ايه مالكم تنحين كده ليه؟ ما انا لما اتجوز ملك هبقى عايش معاهم في البيت، وبما اني انا اكبر من مازن فكلامي هيمشي عليه، فهقدر اقنعه انه يتجوزك قبل ما تاخدي شهادتك. المهم بقى بالنسبه لي ان انتوا تقفوا جنبي وتساعدوني ان انا اتجوز ملك. بقول لك ايه، انا مش مقتنعه بكل العك اللي انت بتقوله ده، وحاسه ومتاكده انك هتوديني في 60 داهيه. فانتوا بقى مع نفسكم كده وسيبوني في حالي. مع الف سلامه في 60 داهيه غوري في داهيه. يعني انت عايز مننا ايه دلوقتي؟ انا عاوزك انت تاخدي بنتك وتروحي على بيت خالتي ترستقي الموضوع وتمهدي الحكايه على ما ناخد بالك من الاذاعه واجي لكم ونحطها قدام الامر الواقع. ها ها قلتوا ايه؟ حضرتك كيف بتفكري؟ جلال رح يروح معي بكره وغصبا عن الكرم نحن رح نروح بكره مو هيك؟ جلال جاوب على سؤالي. يعني هو سمعتي؟ على بركة الله. دي ظروفي يعني بمنتهى الصراحة، ما كنتش حابة أني أخبي عليكوا حاجة، وده اللي خلاني أستبعد النيابة وأفكر في المحاماة. عندي أمل يعني أن في يوم من الأيام أقدر أساعد بابا. أنا بصراحة معجب جدا بشجاعتك في أنك تقولي كلام زي ده. عندك حق يا ياسر، الحقيقة أنا كنت عارفة جزء من ظروفه بس ما كنتش متخيلة الصورة كده. أنا حكيت لأني واثقة في حضرتك ولاني حاسه يعني ان ممكن ظروفي دي تاثر على شغلي مع الاستاذ ياسر في يوم يا رب ما يجي. انا جاهز انك تشتغلي معايا من النهارده. انا رايح المكتب، تحبي تيجي معايا؟ مش هقدر النهارده لاني ما قلتش لبابا وماما، هحتاج استاذنهم الاول يعني. حقك طبعا. خلاص يا منى مستنيكي بكره. متشكره يا دكتوره فريده، متشكره يا استاذ ياسر. انت مستعجله ليه؟ مش عايزه اتاخر عليهم، مش حابه يعني ابدا بمشكله معاهم. إذا كان كده أوكي، تفضلي حبيبتي. أنا اسم حضرتك. تفضلي. جميل حضرتك ده، أنا مش هنساه عمري. كتر ألف خيرك. أنا ما عملتش حاجة، ربنا يوفقك. أنا اسم حضرتك. تفضلي. ها ما قلتليش إيه رأيك؟ مؤدبة وزي القمر وذكية. سيبك بقى من منا وخلينا نخلص موضوع علي. أظن دلوقتي هديتي ونقدر نتكلم. اللي عمله علي ملوش كفارة يا ياسر. مفيش حاجة ملهاش كفارة. فريدة، علي بيحبك وأنت بتحبيه. أنا كلمته عشان يجي دلوقتي. على الله يا فريدة تكسفيني قدامه. أنت إزاي تعمل كده يا ياسر؟ طب حتى كنت أقول لي الأول. يا
معاك في المحل. يا بنت انت بتشحدي ليه؟ ما تشتغلي احسن. يعني هو انا لقيت شغل وقلت لا. طب هقول لك على حاجه، ايه رايك بكره الصبح الساعه 9 تعالي لي هنا وانا هشغلك؟ بجد ربنا يبارك لك يا رب ويكرمك ما يحرمك وما يرقبك يا رب. خلاص كفايه كده، الصبح الساعه 9 تعالي لي وانا ان شاء الله ربنا يعينك. نعم استنى، خدي الخمسة جنيه دي، بس بقول لك ايه، دي مش شحات، دي عربون الشغل. ربنا يبارك لك يا رب. يلا. ما انت راجل طيب قوي على نياتك، بقى البيت جايه تشحت تقوم تديها 5 جنيه وكمان عايز تشغلها في المحل؟ هو احنا عارفين المحل هيشتغل ولا لا؟ بروزه ده انت ست قلبك زي البفته البيض، مين عارف؟ مش يمكن ربنا يكرمنا بسبب البيت الغلبانه دي؟ انا هطير بقى يا عم صبري عشان عندي شغل. كده؟ ما تخليكي معانا شويه وتشتغلي معانا بدل شغل هيثم ده. يا ريت كان بخاطري. ما عادش ينفع يا عم صبري. مبروك يا ام بلوز. ربنا يكتب لك. يلا بالاسم. كنا فتحنا المحل بدري شوية كنا لحقنا البت الغلبانة دي قبل ما تضيع. في ايه يا ابا؟ ما تخش. هي قالت ايه لما عرفت ان انا جاي؟ في ايه يا وحش؟ انت خايف منها ولا ايه؟ لا انا هخاف من ايه يعني؟ هو هيحصل اكتر من اللي حصل. طب ادخل ادخل. كده خلص من غير كلام؟ لا لازم نتكلم يا ياسر. ما ينفعش يا علي تعزم اكتر واحد اذاني في حياتي من غير ما تقول لي. انا ما شفتش غير انه ابوك يا فريده. هو ده العتاب والخناق؟ الموضوع كده خلص فعلا يا جماعه ولا ايه؟ ما تخليك محضر خير بقى. بقول لك ايه يا فريده، مالكيش دعوه بيا، ركزي مع الراجل ده. انا مش هقول لك غير كلمه واحده يا فريده، انا اسف. انا ما عملتش كده غير بس عشان افرحك. شفت الادب والاخلاق والتربيه؟ مفيش حاجة يا علي، ما تشمتش فينا العوازل. عوازل؟ وبعدين ايه الكلمة دي اساسا؟ انا هكلم لكم مأذون دلوقتي حالا عشان تكتبوا الكتاب. ايه الجنان ده؟ انا في وسط امتحانات ما ينفعش. ما احنا ممكن نكتب الكتاب دلوقتي ونأجل الجواز لبعد الامتحانات. هو انت موافق على جنانه ده؟ انا موافق على اي حاجة، المهم نبقى مع بعض. يا ابن اللذينة يا رومانسي. جرس بيرن. استنى بس. استنى ايه؟ الموضوع خرج من ايدي خلاص. انا بكلم لكم مأذون عشان تكتبوا كتابكم. عايز اخلص منكم بقى واشوف شغلي. دايما في بكره، وكل يوم الحياه بتدينا فرصه نعمل احسن ما عندنا، بس خلي بالك مش دايما الفرصه بتبقى على مقاسنا، ممكن تبقى اكبر وممكن تبقى اصغر. ارفضها وما تخافش، لو الفرصه اكبر ارفضها لانها ممكن تخليك ما تشوفش حاجه تانية مناسبه ليك، ولو الفرصه اصغر برضو ارفضها لان امكانياتك احسن من كده. اوعى تفتكر ان لو فاتتك فرصه صافي. ولو فاتت فرصه عامله ايه؟ ايه اللي انت بتعمله عندك ده؟ والله انا قلت احسن وقت هطب عليها فيه وهي في البرنامج كده على الهواء، اضمن حاجه. على الهواء؟ يا ابني انت كده ممكن تبوظ البرنامج. يا عم في حاجه بتبوظ، انت لسه بتبقى الكلام ده. انا نفسي اعرف بتوع الامن بيرضوا عدوك ازاي؟ اه المره اللي فاتت قلت لهم احمد عز، والمره دي قلت له كريم عبد العزيز. وهم بقى بيصدقوك؟ ها؟ تصدقي لا. قال لي انت شكلك كده تامر هجرس بس بتضحك علينا. لذيذ قوي. وعايز ملك في ايه بقى ان شاء الله المره دي؟ عامل لها احلى سربرايز في تاريخ العشاق. ايه هي؟ مالكيش دعوه. وايه القرف ده؟ قرف؟ ده وحش الورد ده؟ يا ابني جاي تزور واحده عيانه؟ ذوقك بلدي. انا بلدي. يلا حقوده. النهارده بجد كانت تحفه. الله ينور عليك. ميرسي يا رب. بقول لك ايه؟ بيعمل ايه يا ندى؟ ايه
تعرفش انا عامل لك سربرايز. سربرايز؟ طب بقول لك ايه؟ نمشي انا وانت خليه يصحى يلاقي احلى سربرايز. ملك مكة رايحه فين؟ انا كنت مروحه يا عمر. لا تروحي وتسيبيني، ده انا جاي لك مخصوص عشان اخدك اعشيكي في مطعم مقدوني جديد على ضوء الشموع. ده على اساس ان النور عندهم قطع؟ ايه التقل ده يا بت؟ يعني حقوده وتقيله؟ معلش يا عمر انا بجد مش قادره، عايزه اروح. ليه يا مكة؟ ليه؟ ده انا كان نفسي والله نروح. يا اخي بتقول لك تعبانه، هو بالعافيه؟ يا ستي احنا قرايب في بعض، انت مالك؟ انت تنح تنح. امري لله، يلا تعالي وننسك في الطريق او بالمره ابوس خالتي واسلم عليه. يلا يا عمر يلا. بالشفا يا مكة بالشفا. ما قدرتش تقاومني. أمريني عايزه كام رغيف؟ رغيف يا سي عايز. ما انا اصلي فاتح طابونه مش نايت كلاب، اللي عايز يجي بمزاجه ويجي، عايز يروح يروح كده يعني. معلش اصل انا كنت عند الكوافير وكان عنده زحمه فاخرت. الكوافير هو اللي عمل فيك كده؟ طيب نحمد ربنا بقى، نجرناكي وعرفناكي طريق الكوافير، نشوف شغلنا بقى. امال فين عزه؟ ما جاتش معاكي ليه؟ انا نزلت وسبتها. يا ما جاتش؟ لا يا اختي ما جاتش. بقول لك ايه، عايزك تصحصحي كده وتفرفشي، عايز كل الناس اللي قاعده دي تنزل طلبات عشانك، مروحه في الصاله. حاضر. انا صحيح يا ابله شمس ما جاتش؟ انت مالك؟ ما تخليني في شغلي. لا اصلك انت مش بعده تسال مين جه ومين ما جاش. هي اتاخرت رخرة؟ رخرة؟ شوف الكلام. لا ما اتاخرتش، انا بعتها في مشوار. وخليك في شغلك بقى يا اما اتفضلي. على عيني. حاضر. مروحه. الو. ايوه ام قرد، انت نايم على ودانك ولا ايه؟ فين عز؟ يعني ايه ما تعرفيش يا وليه؟ انت ايه واقفه جوه في الشقه ولا ايه؟ خشي خش اوضتها وخد التليفون معاك عشان انا هدي لها كلمتين في جنابها وانت لما جيلي. وانا مالي يا اخويا؟ انا هديها لك تديها كلمتين في جنابها. اكسر للبت ضلع يطلع لها 24 بيت يا عز. يا خراشي البت بقينها لمت هدومها وطفشت. ايه رايك في الكمين بقى؟ مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ما شاء الله كل يوم بتحلوي عن اليوم اللي قبله. ميرسي يا طنط. احنا سمعنا الحلقه بتاعتك كانت هايله، انت مذيعه شاطره قوي يا ملك. ميرسي يا لولا، ربنا يخليكي. معلش انا مش هقدر اقعد معاكوا عشان تعبانه وعايزه انام. استني يا ملك، خالتك ولولا وعمر جايين مخصوص عشان عشاني انا؟ امال انت ازاي كنت بتقولي تعالي نخرج؟ وانا مش حافظك؟ هقول لك نخرج تقولي لي نروح على البيت، هقول لك نروح على البيت هتقولي لي نخرج. قلت اعكسها عشان اجيبك هنا. يا سلام. لا صايع. بقول لك ايه، انا فكرت في حل لكل مشاكلك وما لقيتش غير حل واحد. اللي هو انا 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 اتجوزيني يا ملك. مش كده يا عمر. امال ازاي يا ملك؟ كده يا عمر الجواز مش بالطريقه دي. طب قولي لي الطريقه اللي تريحك وانا اعملها. عمر بيحبك يا ملك ونفسه يرضيك. الامور ما تجيش بالشكل ده يا عمر، اديها وقت تفكر. افكر في ايه يا بابا؟ الموضوع مش محتاج تفكير. يا عمر احنا اخوات وما ينفعش نكون غير اخوات. عن اذنكم. يعني ايه الكلام؟ يعني رفضتك يا عمر. قوم يا حبيبي. هي بنتك فاكره نفسها ايه يا ليلى؟ هي مش واخده بالها ولا ايه؟ خليها تفوق، ده انا ابني 1000 واحده تستهلك. ده بيشتغل في الكويت. قوم يا عمر قوم، دي ما تستهلكش. قوم يا حبيبي، اسم الله عليك قوم. ما تزعليش يا عفيف، ملك لسه مصدومه وكان لازم تستنى عليها شويه. استني براحتك يا اخي، احنا ماشيين. قوم يا ولد اطلب طولك قوم. يلا
اصلك كبرتي وخرفتي وما بقيتيش تنفعي في الشغلانه دي. يا اخويا بناقص كنت عايزني اعملها ايه يعني؟ اربطها في السرير؟ لا تبطلي تلم على ودانك. غوري ولا زيزو، انت عزفت عزيزو. ايوه فخم، تقلب وتغطس وتشوف البنت دي راحت في اي داهيه. ساعه زمن يا فخم وهتكون تحت رجليك. غور الدنيا ماشيه بدارها وحطت عليا وقالت لي لا ما سالتها انت الضحيه. حرام يا دنيا مش كده، اقدر عليا كل ده مش كمشي في ده. انا مش شافية، انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح. وانت يا دنيا مش فاكراني غير عمر. ما تعملش بروحك كده يا حبيبي، معلش يا دنيا. سيبيني يامه، سيبيني يامه في حالي يامه. يا حبيبي ما تعملش بروحك كده، انا هجوزك ست ستها. انا مش عايز ست ستها، انا عايز ملك. طب يا حبيبي برضه ما تعملش في روحك كده، معلش يا دمار. اوه عمر امشي بقى يا اما بقى، سيبيني يا اما يا النبي. معلش يا دمار، معلش امشي يا اما. يلا معلش يا دمار. الو يا جلال، انا زعلان يا جلال. تعبان، عدوا عليا بقى نقعد في اي حته لحسن مخنوق، هيجي لي كتاب بس ما تتأخرش. سلام. انت عندك شك يا ملك ان كلنا بنحبك ونتمنى لك الخير؟ ماما لو دي داخله عشان نتكلم في موضوع عمر فايرد بلاش. بص يا ملك، احنا شايفين انك تدي لنفسك فرصه تفكري في الكلام اللي قاله عمر. احنا ما بنقولش توافقي، احنا بنقول تفكري. تاني يا بابا بتقولي افكر تاني؟ اي حاجه في الدنيا محتاجه تفكير. لا يعني انا ممكن افهم ان ماما بتقول كلام زي ده عشان زعل طنط، لكن انت بتقول الكلام ده مش غريبه دي شويه؟ ظروفك اتغيرت يا ملك، وانت لازم تبقي فاهمه كده كويس. ملك انت بقيتي مطلقه، وفرص المطلقه في الجواز اقل بكتير جدا من اللي ما اتجوزتش. وعمر كويس وطيب، هو بس خفيف شويه. ماما سيبك من عمر دلوقتي وخليكي فيا انا. انتوا شايفين ان طلاقي يقللني؟ انا ما قلتش يقللك. ايوه يا ملك طلاقك يقلل. يا ملك لازم تبقي فاهمة إن طلاقك تم بعد فترة قليلة قوي، وأي حد هيتقدم لك لازم يفكر هي ليه طلقته بالسرعة دي؟ اللي بيفكر بالطريقة دي أنا مش عايزاه أصلا. أي راجل يفكر بالطريقة دي ده طبيعي جدا. هو بيتكلم صح يا ملك، حاولي تفكري. حتى أنت يا مازن، وأنا حالتي وحشة قوي للدرجة دي؟ عمر اللي كلكم ما كنتوش طايقينه فجأة بقى مناسب وموافقين عليه؟ هو انا معايا قوي كده؟ حبيبتي ما تقوليش الكلمه الوحشه دي، ده انت ست البنات كلهم. يا حبيبتي احنا بس عايزينك تدي فرصه لنفسك، ان شاء الله ان شاء الله نعمل خطوبه وبعد كده ابقي سيبيه. صح يا بابا. بص يا ملك، هو ده احسن رد على طارق، وساعتها ما حدش يقدر يفتح بقه. هو انتوا ما خدتوش بالكم ان انا لسه في شهور العده؟ يعني الناس ممكن تقول ايه مثلا لو لقوني اتخطب؟ عمر ممكن يستنى وما نعملش اي حاجه رسمي لحد عدتك ما تخلص. طب ممكن تسيبوني بقى عشان كفايه كده؟ انا عايزه ارتاح. ملك يا حبيبتي احنا هنسيبك ترتاحي، بس عشان خاطري انا فكري. مش هفكر يا ماما، انا خلاص قلت رايي. عمر ما تخف، احنا جايين هنا عشان ننبسط. اخف ازاي بقى وحلم الطفوله والمراهقه والشباب والشيخوخه ضاع؟ يا عمر انت مش قلت انها كانت متجوزه؟ ايوه واتطلقت علشان في علامه حب اكتر من كده. يعني هي قالت لك اللي هي اتطلقت علشانك؟ هو انتوا متفقين؟ ما اتفقناش يعني، بس هي كانت واضحه زي الشمس. وبعدين انا قلت بصراحه لو هي اتطلقت هيبقى سهل توافق عليا. ما هي رفضت. انت فرحان فيا؟ يا عم ابدا والله، بس انا مش عاجبني اللي انت عامله في نفسك ده. خد يا عمر اضرب ده هينسيك الدنيا واللي فيها. الله 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 الله، ايه يا عم عمر؟ ايه يا عم انت اللي كده عصير قصب؟ يلا عشان نخلص، انا عندي ازمه عاطفيه وعايز ازعل. وانا مش قلت لك ما تجيبوش معانا؟ هو سكر من اول كاس يا راجل.
كنت فاكرها بتحبني. طلعت مش طايقاني. مش طايقاني. ليه بقى؟ ليه وانا عندي ربنا مديني بسطة في الطول والجمال والحلاوه؟ اعمل ايه في نفسي اكتر من كده طيب؟ معلش يا عمر، معلش انا معاك في كل ده، بس يا عمر البنات ما بتحبش كده. اسالني انا. اسالك انت ونبي تنيق، ده انت امك اللي مجوزاك. كانت الجاهيه في نضارتك. صب لنا يا عم كاس تاني. يا عم صب ما تخافش. معلش يا منون، سيب انت بس الحته دي وانا لما هخلص هنشفها. يا سلام، ودي تيجي برضو؟ غرق يا عم براحتك وانا نشف. ايه ده؟ ايه اللكلكه دي؟ سيبي الممسحه، انا اللي همسح المطبخ. يا ماما لسه ما خلصتش، استني بس وخليك المطبخ زي الفل. بلا فل بلا ياسمين، اتفضلي اجري روحي شوفي مذاكرتك بلعك، واعملي حسابك من هنا ورايح مفيش شغل تاني في الفيلا. يا ماما حاضر، بس هلم الميه. اقول لك ايه؟ ما تنهدنيش، انا مش طايقه روحي. يلا اتفضلي امشي. ليه كده يا نجاه؟ مستقويه ليه على البنت؟ بنتك خلاص مش هتشتغل هنا تاني، واذا كان على الشغل يتقسم بيني وبينك. انت مزودها شويه، البنت ما غلطتش في حاجه. انا عارفه انها ما غلطتش، احنا اللي غلطنا يا راضي. انت خلاص كبرت، هتتخرج وتشتغل وتبقى محاميه. ما ينفعش بقى تقف الصبح استاذه قدام القاضي وتيجي بالليل شغال قدام الحلل والمواعين. منك كبرت يا نجاه. عشان كده انا عايزاها تخرج للدنيا وهي رافعه راسها. ما ينفعش احنا اللي نكسب نفسها. شغلانه مصيبه اصفار يا هيثم. ايه الدخله الناشفه دي؟ مفيش مساء الخير، مفيش وحشني، حاجه من دي. هو انت مش طهرت مني محي وقلت لي سيبك منه وانا هجيب لك شغلانه بست اصفار؟ فين؟ اهم من الشغل ظبط الشغل وانا بظبط، اديني فرصتي. شكلك بترول عليا وانا ما بحبش اللف والدورات. اخلص عشان نبقى حبايب. وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان نبقى حبايب، ده الحب جميل للي عايش فيه، عايزين نعيش. مش بقول لك بترول عليا، وانا ماليش في الجو ده من اوله لاخره. انا شغل وبس، عاجبك على كده عاجبك، مش عاجبك بلاش. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو من لا احبابه ناس اصحابه ولا ايه؟ احبابه ايه؟ انتوا هتغنوا وتردوا على بعض. انا ماشي. الله، جراي عايش مالي. ده انا نعمه واللي يرفضها يعمل. بقول لك ايه يا هيثم، انا مش شايقالك، انا فيها اللي مكفيني، انا جاي النهارده اعرف اقولي من اخر. جاي عاليه قوي دي، بتجيب ليه كده النهارده؟ عامل لك ايه؟ ما انت بقالك 100 يوم بتسبب. بتعملي ايه هنا يا ملك؟ ايه ده، انت بتكلمني انا؟ امال بكلم مين؟ بترفضيني يا ملك وجاي تقعدي في الاماكن الواطيه دي؟ جراي يا شبح، هو انت مش شايف الراجل اللي قاعده معاه ولا ايه؟ الف سلامه على وشك. الله يسلمك. انت بقى اللي مين وقاعد مع بنت خالتي بتعمل ايه؟ انت مين انت وعايز ايه؟ هو انت تعرف الشاب الطويل في السن ده؟ ما اعرفوش. يلا على البيت يا مكه، وانا ليا كلام تاني مع خالتي. مكه؟ طب روح يا شبح على ترابيزتك عشان انت تقلت قوي. خلاص يا جماعه، معلش يا عمر سكران بس شويه. خلاص معلش، يلا عمر سكران. يلا ايه يا شبح؟ يلا يا ملك على البيت، انا ليا كلام مع خالته. بقول لك مع خالته؟ ده انت تقلتها قوي وعايز مهدي عشان تهدى. انا عايزه يبقى خالته، وانسى بنت خالته دي خالص. امرك يا ريس، اطلع بره. ولو ما طلعتش بره هتعمل ايه؟ هتضربني يعني؟ اه كنت متاكد. استنى بس فاهميني، انت جرحت الواد ده فيها ممكن؟ معرفوش. ما تعرفوش ازاي ده بيجعره بيقول ان انت بنت خالته؟ ما اكيد بيقول كده عشان ما حدش يقول له انت بتعمل ايه. بس يبقى انت كنت عاكمه منه عاكمه كبيره قوي، ده الواد ماكو قوي. يا هيثم بقول لك معرفوش، انت ليه ابن حد ولا صاحب حد من اللي انا اشتغلت عليهم قبل كده؟ لكن هو انا معرفوش. الله، ما انت بتشتغلي باسماء مستعاره اهو، اشمعنى بتشتغلين انا بقى؟ بقول لك ايه؟ انا مش هاجي هنا اليومين دول تاني، لو في شغل نخلصه من بره بره، انا مش ناقصه وش.
ايه ده؟ انت خفت من عيل زي ده؟ ده عيل زيزي وكمان هيعمل لك حظر تجول؟ لا، ده انت شغاله مع هيثم اللبان، يعني سلطان الليل. لا انا همشي، الواد ده قفل، انا هبقى اكلمك في التليفون نخلص الشغل. سلام. سلام. خدي بالك من نفسك.